My name is Mark. I'm here in Turbo Barbican 2009. I have my car here, Honda Accord, modified by Mugen. Actually, it's our member, it's Peace Member Organization. I have here my Angel Eye. If you see Angel Eye, I have fog lamps here also. I modified my body. Yeah. And then I have a sound system. I have a gauge there. Yeah. Then here at the back, I have West Coast Customs. I put the strobe light inside, if you see. Inside the speaker. Then this one modified. It's modified by V6. Before it's only one, now it's two. It's two working. I'm a motorhead, follow me and Arab Motors. السلام عليكم، معكم محمد اسماعيل الحوسني من مباراة ابو ظبي. حاليا اليوم مشارك معرض مكان تيربو، ومجهز لي سيارة كلايزلر، وبعض الاشياء فيها منها صابغ السيارة رنجات من ديوبي، صابغينها من داخل الاحمر على لون السيارة طبعا. وعندي الكريستال من شركة دب، هي عبارة عن ديوبي. وعندي سيستم رقبلها من النص، واشياء يعني بسيطة. وعندي تلبيسة من داخل، هاي هي السيارة من داخل لبسنها كامل على شكل سيارة خارجي. شاشة ودبات صوت بيها طبعا، سيستم الفوكس. وبس هاللي حاليا انا متواجد هنا في باربيكان توربو. السلام عليكم. طبعا بعد ما شاهدنا الكلايزر، عندي بعد دوج، وعباره عن كت كامل لفصلنا من برا جايبينها، ورنجات دب. وعندي القصه اللي قدام مسوينها على حركه السياره، على شعار السياره مراقب لها شبكات بنتلي. وطبعا رفعت البيبان على فوق ستايل. بيبان طبعا على فوق. طبعا مركب لها شاشه من داخل السياره، ومسوي لها كريستال عن عباره دب. عليها سيستم السياره كامل، عليها صوت مسجل دي في دي لعب بلاي ستيشن. هاي طبعا البنفاير حق السياره. عليها سيستم صوت، ايوه عليها سيستم صوت. هالكت انا مسوينا عباره عن الاودي اللي قريت، فانا مسوينا ديزاين على الدول. وبعض الكريستال مركبينهم على الكتابه هذه، واشياء خفيفه بس. السلام عليكم، احمد زيد اليافعي من ابو ظبي، مشارك في معرض باربيكان بسيارة فورد موستنج. ثاني سنة شارك في المعرض، أول سنة شاركت فزت بسيارة المهرجان. السيارة معدلة الانجن عليه سوبر تشارج، وعليه هيدرز امريكان ريسنج، وعليه الفلتر. والسيارة معدلة بادي كيت،
وباديكيت من شركة سيرفيني، وغير الباديكيت عندنا السايد اكزوست، عندنا الرمز من شركة فوس، وبريك سيستم بير. السيارة كلها معدلة في أمريكا. زين من السايد اكزوست عندنا من شركة سيرفيني، وعندنا سيارة من داخل، السيارة من داخل معدلة بشفتر وغير الشفتر كلتش ستيج 3، وعندنا الجيجات السوبر تشارج والفيول. السيارة قوة السيارة 500 حصان، وهذه السيارة مثل ما تشوفونها.